صباح الخير، معكم سعد في جديد فور جيمز. دقيقة. طيب في كويك اس دي طيب بسرعة. يا الله دقيقة بس. ساوند ميوتد. ايوه حبيت انوع، مو انوع يعني، هاي شفت انها كلها هاكات، فقلت خلنا نصور كوكي اس جي اللي هو حق قومي. يا شيخ روح بس. طيب انا دراعي بكلب. اوكي انا اخذ درع الحين، وينه؟ كيف واحد وراي؟ ما كنت ادري. ام البنك حق ذا. ارجع يا كلب. نكبة. ايوه حشرة. اوكي. شفت انها هاي في كلها هاكات، فقلت خلنا ندخل الكويك اس دي هذا حق كومي. نلعب جيم كذا على السريع، اذا متنا اول شيء صار او فزنا نلعب جيم ثاني، ندخل جيم ثاني. بس صحيح الحركة الغبية اللي سويتها قبل شوي، ما ادري ايش سويتها. يلا تعال يا نوب، ما تنقل يا كلب. ايش تبي ذا؟ نظام اهلك انت يا نوب. ارجع يا نوب. روح عليه يا كنت. روح باي باي. اوه انا قبل النص حتى عشان خمسة قلوب ما طالع القلوب. انا مشكلة واحد وراي. اها اوكي انا مت. خلنا ناكل، خلنا نخلط شوي الى خمس قلوب كذا وندرم الحين. يا حبيبي ارجع حبة واحدة بس. كفو حبة. لا ما ينفع. طبعا هنا البنك الرهيب يعني تطلب من تدكين بلوك عادي. فيبيز مشكلة. انا شيل ودي بيت الكلب ذا. اوه ما يفوت. يا الله يا في البحر، في البحر ودمت كذا والله ما يفوت والله. اوكي تم الشير. الو اما دفمات. لا يا شيخ ما يفوت. او ماي جاد ما يفوت، استهبل هذا ما تحرك اجل. والله قال كنت باخذ اغراضه ليه. يا الله طيب ايش نسوي الحين لازم. اوكي ما ادري ايش اسوي. اوه فوت قاعد ينقص. طيب شوف اما نقص والله ما تحركت ولا حركه. نكبه الزبده ذا. ما اقدر اهلس. اوكي شيء جميل. ترمون علي؟ بدهم يجون علي؟ يجون علي؟ تبي فوت؟ شكرا. ثانكس يعني ما قصرت صراحه. ثانكس يا اخي. شو امه ذا قاعد يطلق نفسه يا ما ادري ايش اسوي الحين. المشكلة الفود يعني يخلص بسرعة. هذا الدرم عليه عيال ما ادري، خاف اموت الدرم عليه، فخلني قاعد في مكان احسن. رحت خذ لك
صراحة دمجت كثير الدفع ياب برا 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 ثاني ورديكم ها يلا بس خشف اللي راح فوز تزليم بي 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 روح عند ثاني سريع روح عند ثاني مثل ما تدخل ثاني يلا يب كذا نلعب جيمين سريع سريع مثل قبل شوي ف واحد ثاني ما في مشكلة ان شاء الله الجيم عندي كله اوكي ان شاء الله راح اسد لكم هذا انا هاي يعني هو يعني اكثر شيء العب فيه هذا بس كذا حبيت انوع وشفت انه هاي يعني كلها هاكات مرة هاكات يعني الكوميونتي مرة خرب وهنا يعني اللي هنا اللي يدخل واحد فاك ويشغل كذا ما ادري كيف كلورا كذا يعطون بان ما ادري يعطون كيك او شيء او شيء كذا ما ادري يعطونا بان على طول بس نبدا فايب ندخل هنا ندرب طبعا السيرفر الحين هذا صار تقريبا كله عرب يعني تقريبا تشوف الحين نص الجيم هنا عرب فايب يعني ان شاء الله ما في هاكات طبعا هنا خلص باركور ما ادري ايش اسوي تجي هنا ما ادري جدا المهم نفسه اوكي كيف تست هنا اهم شيء الاقي فود شو اسمه ذا لازم فود لان ما لقيت فود خلاص طبعا ميزه الناس ما بتغير و مستر ما بصغير يعني بسرعة سرعة يموتون فهمتني شت ما خلاص طيب يا ليل ما قد سفينة نكبة والله وال ايش دعوة يا شيخ لا تارجت اوكي حسين حسين ما علي منهم وال حبيبي انا حطها نفسي اوكي جي طبعا ما اشوف ولا شيء ما اشوف ولا اي زق انا شغال السب لكن هذه الحقيقه يعني اوكي نذبح نذبح سريع بر لا يا شيخ اتوقع اني اقدر اصيد اتوقع يعني اذا ما خاب ظني اقدر شلته حبيبي يطلق انت ايرو انا بوس انا بوس مام انا ترى يا للام ذا نظامك اخر خلك بوس مام والله اوكي تي 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 طلع لي واحد لما طلع واحد معلش على السكوت لكن خايف صار بموت اي اي وش ذا طيب 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 انا الحين ما معي ما ادري ايش اسوي الحين ابي اصدر بس ما اقصد يا اخوي ايش ذا انا رسيت فكح واحد اسمه ايس بري وينه مره وات وينه الو ما اشوف شيء انا ما اشوف شيء ايوا بنقر ما ادري من قاعد يطلق لي صراحه افا كفو افا كفو اقول اوكي وين 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 الحين قول وين اوكي ديث ماتش كفو ان شاء الله نفوز الجيم يلا سريع طيب شافوا الجيم ما ادري حاط سكن ملتب بس يلا خليكم اوكي انا ويزن اظن ذا هاك ما ادري لا تجي انت هاكس انا هاكس اوكي انت اللي هاكس والله طيب خلينا نشوف لازم ندرب عليه يعني الذكاء اوكي كذا ولا الدروع ولا هذا يبي له شوي ذكاء فزنا فزنا سد ضرب سد ضرب سد ضرب ملقلك ملقلك باي جي جي جي
طبعا بس هذا كان المقطع الصغير بسيط يعني كان في قوم اتش دي ان شاء الله يعجبكم. بس كان معكم سعد، نشوفكم مقطع ثانيه في سيرفر جيم. يلا في امان الله.